حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، حلقة راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة. عندكم رقمين إلى الداخل تقدرون تتصلون بينا من زاخو إلى الفاو بأي دقيقة من دقائق البرنامج، رقمين بالأسفل بالنسبة إلى الأشقاء العراقيين أو الأخوة العراقيين المقيمين في دول المهجر، وأيضا الأشقاء العرب من الخليج العربي وحتى المحيط يقدرون يتصلون بينا على واحد من الأرقام الخارج في الأسفل، ونفس الرقمين الجوة مؤشر بصفها إشارة واتساب، تقدرون إن ما قدرت تتحصلنا على أرقامنا الاعتيادية تدزولنا رسالة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا بسم الله بقضية تظاهرات أنصار التيار الصدري والنزاع المسلح اللي صار بيناتهم بالمنطقة الخضراء والقصر الجمهوري بين جماعة التيار الصدري وجماعة الإطار الموالي لإيران. التسجيلات المصورة اللي يوم بعد يوم تبين حجم الانفلات الأمني اللي يعيشه العراق بشكل عام وبغداد بشكل خاص. ناشطين الدولة ومقطع فيديو يوثق لحظة دخول عجلات رباعية مسلحة تابعة لميليشيا الحشد للمنطقة الخضراء من جهة موقع اعتصام أنصار الإطار التنسيقي اللي للقوى الشيعية بنفس اليوم اللي صارت به الاشتباكات المسلحة مع ميليشيا سرايا. هذا الفيديو اللي نتكلم عليه خلينا نشوفه. يوسف خويا الموقف حالي الوضعيه جيد جدا. هلا 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 بيهم هلا بيهم هلا بيهم حياهم الله حياهم الله. الفيديو يحكي بعده ما يحتاج نعلق عليه. بنفس اليوم نشرت فيديوهات جديدة تبين سيارات دفع رباعي إيرانية تفتر بنص شوارع العاصمة العراقية بغداد. تتبع هاي السيارات الحرس الثوري الإيراني ودخلت العاصمة همين سيارات بأرتال كبيرة جدا تابعة للهلال الأحمر الإيراني بحجة خدمة الزائرين. يبقى السؤال اللي ينطرح هسه، وين الحكومة من دخول هاي الأرتال اللي هدفها دعم الميليشيات وزعزعة الأمن داخل العراق؟ إيرانية تفتر بغداد. هاي السيارة اللي خل وراها دفع رباعي إيرانية، هاي وحدة وهاي اللي خل وراها يفترن بغداد. شوفون هذا علم إيران، هذه اللي قدامها سيارات دفع رباعي. أدنى سيادة، أتمنى السياسيين والكتل السياسية واللي مرشحين نفسهم أو اللي رشحوا نفسهم أو اللي فازوا أو اللي خسروا يطلعون ويحكوا لي وين السيادة بهذا الموضوع. إذا رجعنا للانفلات الأمني، أكو هجوم صار برمانة يدوية، استهدف هذا الهجوم منزل القيادي بميليشيا العصائب رائد الهماشي بحي العامل. خلونا نشوف الهجوم اللي صار على منزله. وين ماجد؟
رمانة يدوية وتحقيق وأرقام، وكانت هاي مثلا عينة الدلالية موجودة بالمكان الفلاني والعينة الثانية موجودة بالمكان الفلاني، لأنه البيت تابع إلى واحد بالعصائب. بس لو بيت مواطن عادي شو ما حد حكى به. لما صارت قضية القصر الجمهوري واشتباكات التيار الصدري ويا الإطار، أكو منازل تضررت، أكو صواريخ كاتيوشا وقعت على بيوت الناس، قبلها أكو ناس فجأة هيك تطب الميليشيات عليها وتدفر البيبان وتروع الناس وتعتقل الناس، كلها عاشت هذا اللي دا يعيشه الأستاذ هنا ورايح جاي ودا يصور ويقول أنا تعرض بيت الرمانة. زين بيوت العراقيين بشكل عام اللي تهدمت، اللي تعرضت إلى إطلاقات عسكرية أو هاونات أو صواريخ أو رمانات، ذولا منو إلهم؟ أبو عمر من بغداد، حياك الله يا أبو عمر. حياك الله أستاذ أفل، وحيا الله قناة الرافدين والأستاذ المشاهدين الكرام. تحيا والدوم يا رب. حياك الله أستاذ أفل. إحنا التظاهرات اللي صارت اللي ما يبدأ التيار الصدري والإطار التنسيقي، هاي الأمور اللي من 2003 لحد الآن تشكيل الحكومات المتعاقب اللي حكمت العراق بوجود مقتدى الصدر والسلطات اللي حكمت العراق من ضمنهم هم نفسهم تيار الصدري، يعني أيضا هو مشارك بالعملية السياسية من 2003 ولحد الآن. الاختلاف اللي صار بالآونة الأخيرة اللي من قبل مرشحي رئيس وزراء الإطار التنسيقي محمد شيعة الإشياء السوداني، فرفض التيار الصدري، لأنه هذا الرفض أنه يعني فوق أو أوامر مقتدى الصدر. مقتدى الصدر ما قبل بالمالكي بأنه يرشح من أعضاء أحد يعني منتسبيه وأحد يعني من جماعة التيار التنسيقي، فصارت أنه مقتدى الصدر طلع تظاهرات مليونية لحظة أبو عمر، أبو عمر مرة خصك أنت لا. تقول مقتدى الصدر ما رضى بالمالكي لأنه هو مرشح لإطار التنسيقي، زين ما هو رضى به قبل أنه يصير نائب رئيس جمهورية، ورضى بي قبل بفترتين بولايتين اندمر بيها نص العراق. أكيد أستاذ محمد، أستاذ أفل، لأنه هاي الأمور اللي كانت من 2003 ولحد الآن رشح مقتدى الصدر بأنه المالكي ولايتين اللي ب 2014، فهاي تمت موافقته، لكن أنه مقتدى الصدر أكو أمور صارت خلافات بيناتهم اللي كل العراقيين يعرفون هاي الأمور اللي صارت. المالكي من هجم على التيار الصدري وضربهم، هذا زرع الكراهية. تقصد الرصاص المصبوب اللي صارت بالبصرة؟ نعم نعم، فهذا الحقد ظل على المالكي، فبقى هذا الحقد من ذاك اليوم لهذا اليوم. فانه صارت بيناتهم يعني شحنات وخلافات، انه بالباطن انه العراقيين هم يعرفوا، لانه هاي الخلافات سببت بانه عدم يعني احترام الشعب، وسببت بانه هم يعني جايين عن مناصب على كراسي، يعني الشعب العراقي ما له دور لا الا احترامه ولا الا تقديره كل هاي الامور لا. اللي يصير خلافات اللي بيناتهم، لكن اللي صار الان بالآونة الاخيره انه مقتدى الصدر والإطار التنسيقي كل العراقيين يعني شاف انه الحشد الشعبي مع الإطار التنسيقي وكل هاي الامور، مقتدى الصدر ما قدر انه يواجه الحشد الشعبي وما قدر يواجه المالكي، لانه اذرع ايران وكلها مع المالكي وكلها مع الحشد، فانسحب من هاي العملية خوفا على ربعه وجماعته، لأنه الحشد عنده سلاح أقوى وطيارات. يعني نفتي مثلا أنه مقتدى الصدر مو واحد من أذرع إيران بالعراق؟ نعم هو أكيد واحد من أذرع إيران، لكن بس اختلف عليهم من هاي الأمور اللي خلافات اللي صار بين المالكي. إيران عندها يعني رؤوس كثيرة بالعراق تحكم، مثل نور المالكي ومقتدى الصدر وفالح الفياض ومن أبناء الحشد كثير، فما تعتمد يعني من يروح واحد أكو من مكانه نقدر نقول يمشي بوامره ويقدر يحقق المطلبات اللي لإيران وأذرع إيران. فكل الأمور اللي صار المقتدى الصدر طلع من هاي العملية السياسية، فأيضا هو مطلوب للحكومة الإيرانية، لأنه هذا السبب اللي سواه بالخضراء
هذا يعني تنزيل الحكومة العراقية وكسر الهيبة كسر الحكومة العراقية وكسر كل الميليشيات اللي واجههم مقتدى الصدر. لا أبو عمر، أبو عمر سؤال، أنت تقول دخول إلى الخضراء سيزيل الحكومة العراقية ويؤدي إلى كسر هيبة الحكومة حسب ما قلت، يعني ما دخل الخضراء قبلها؟ أستاذ أفل هو دخل الخضراء قبلها، بس هاي المرحلة الأخيرة اللي صار فيها هي قام قواته وقامت يعني القوات اللي عنده بالجيش وبالسلاح القوة اللي كانت عنده، هاي الأمور اللي يعني أكثر من سابقاتها صارت، فيقدر نقدر نقول إنه هذه الحاسمة على الحكومة، فهو أيضا من واحد من المفسدين، أيضا من واحد قتل التشرين، أيضا اللي هو سرق أموال العراق من 2003 لحد الآن، هو شريك مع هاي العملية السياسية وشريك مع القتلة العراقيين في نفس الوقت، لكن بس اختلف عليهم من قلت لك أستاذ من نور المالكي اختلف عليهم من اللي صارت بالبصرة اختلاف كلش يعني جذري صار بيناتهم، وما همهم الشعب العراقي وما همهم الروح الوطنية ما همهم أي أمور اللي صارت، فنقدر نقول هاي الأمور اللي صارت أبقى يعني سلم العراق مقتدى الصدر الإطار التنسيقي يعني بكل أمور اللي طلع فيها وصلت. شكرا لك أبو عمر. عدنا سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله ودوم يا أستاذنا الكريم. أستاذنا ناوي أزور المنطقة الخضراء، ليش؟ وكذلك أيضا يا أستاذ إحنا نتساءل بحرية رأي وإنسانية وفقا للدستور، ولكن يا أستاذ أنا أتمنى نجاح المرشح الجديد في البرلمان، يعني بالنسبة للطاقة لحظة بس لحظة، يعني أنت تريد برلمان جديد أستاذ سعد؟ نعم. تريد برلمان جديد يعني؟ أيوة، وجوه جديدة على المجتمع وعلى الشعب سواء بالكويت ولا بالعراق. نعم. أيضا يا أستاذ يتمنى أخذك معايا نزور جمهورية الإسلامية الإيرانية، والشيء الثاني إذا زار الخامني كربلاء يجب يدعو للمسلمين يا أستاذي هناك. يدعو للمسلمين خامني إذا زار كربلاء. تحياتي لك للبرنامج. شكرا لك أخ سعد. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم سعد أفل. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للثورة يسموها ثورة سواء الصدريين أو الطرف الثاني اللي هو الطرف الثالث، طلع هو نفسه اللي كان يقتال بثورة تشرين وأبطال تشرين اللي تم خطفهم واغتيالهم من 2019 لحد الآن. احنا عرفنا هسه من اللي يقمع المتظاهرين ومن اللي خطف المتظاهرين، هو الطرف الثالث هو نفسه هيئة الحشد. وشفنا احنا من طب مصدرين الى المنطقة الخضراء شفنا التناحر بيناتهم، يعني قصر جمهوري المفروض بحماية افواج امنية ارتباطها برئاسة الجمهورية، شون طبم العصائب الى القصر الجمهوري مسلحين، شون طبت سيارات ايرانية الى المنطقة الخضراء، شون صار هذا القمع والأسلحة رمي بالأسلحة والقاذفات ورمان. يعني إذا إحنا ما عندنا دولة، ماكو دولة. مصطفى الكاظم يقول أنا قائد العام القوات المسلحة، ما إلى أي دور. شلون سمح لهاي القوات اللي هي حشد ميليشيات الحشد تدخل إلى القصر الجمهوري، وشلون سمح للصدرين أيضا يدخلون إلى صباح السؤال اللي ينطرح هنا، يعني تسريبات البارحة طلعت إلى ميليشيات بدر تقول إحنا حركنا قطاعات عسكرية من تابعة للحشد من محافظة صلاح الدين إلى بغداد. هسه بالفيديو اللي طلعناه أكو سيارات عسكرية تابعة إلى العصائب بدها تدخل إلى المنطقة الخضراء. إذا كان الحشد مثل ما هم يقولون حسب الأوراق تابع إلى القائد العام للقوات المسلحة، شلون تحركت هاي القطاعات بدون أمره؟ وإذا تحركت بأمره فإذا هو مشارك. احنا نعرف ان مصطفى الكاظمي ما له اي دور، لا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية ولا مصطفى الكاظمي ولا الرئاسات الثلاثة لها اي سلطة على القطاعات الموجودة داخل ميليشيات الحشد. جاي يتحركون افواج وفرق تتحرك بكيفها، وبالتأكيد طلعت اشاعة يقول لك مصطفى الكاظمي ما يعرف هاي القوات جاي تتحرك الافواج والالوية تجي الى داخل المنطقة الخضراء او بالقرب من المنطقة الخضراء، ليش؟ تحسبا لتصادم ثاني. مصطفى الكاظمي ما عنده علم، لا هو قائد عام قوات مسلحة ولا حتى وزير الدفاع يقدر يحرك له فوج. الحكي كله بيد قيس الخزعلي والمالكي والفياض اللي هم دولي شكلهم الحشد،
واستقتلم على ان يخلون الحشد تحت غطاء برلماني وغطاء قانوني وغطاء عشائري وغطاء ديني من السيستاني. فذول جاي هم الدولة، هاي الدولة اللي هي جاي تحكم هي ميليشيات الحشد. وهذا القتل اللي صار، القتل اللي صار هي الحشد جاي يقتلون، مثل ما قتلوا الناس بالمحافظات السنية هي الميليشيات الحشد الآن جاي يسووها على جنوب العراق. وشفنا احنا البصرة وأحداث البصرة منو قام بيها، ميليشيات جيش المهدي وسرايا السلام وميليشيات الحشد، صار تناحر بيناتهم. الضحية الأبرياء المواطنين سواء بالبصرة أو بغداد أو سابقا بالموصل أو صلاح الدين أو ديالة، هم دول ناس ولائيين، ناس ما يحبون البلد، ناس جاي يقربون يعطون بالبلد، ما عندهم أي إنجاز يذكر بكل فواصل الدولة، لا صحة لا زراعة لا كهرباء. ما تطورنا احنا، عايشين على هاي السوالف مالتهم، ولاهم إلى إيران والملف الأمني والفيلم الهندي مال داعش، ما يظهر إلا يصير صراعات سياسية. فالموضوع احنا العراق بايعين العلي خامنائي وربعه. يعني ما عندنا دولة، احنا ما عندنا دولة، دولة الميليشيات، دولة العتاقة، واللي كانوا يلمون قواطي الآن أصبحوا يحملون باجات رئاسة الوزراء ورواتبهم 2 مليون عراقي وشايل له مسدس، وكيف يصولوا يجول؟ ما يعترف لا بالجيش ولا يعترف بوزارة الداخلية ولا يعترف بالأجهزة الأمنية اللي الرسمية. هم الحشد يقول لك احنا الدولة، احنا دافعنا على اعراض المحافظات واحنا المجاهدين. شلون انت مجاهد وزيت على ظهر الدبابه؟ شلون انت مجاهد والسفاره بصفك؟ هادي العامر والفياض وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر، شلون انتم مجاهدين ومن 2003 لحد الان انتم تحت خيمه التحالف الدولي؟ انت شلون يعني شلون يصير؟ لو مجاهدين، لو وزاره الدفاع، لو ما ترهم انت شايل لي باج مال وزاره الدفاع وزاره الداخليه ورئاسه الوزراء وشايل لك كاتب مصافحتك وحاميك القانون ويحميك المرجعيه تحميك السيستاني، ما شفنا اي دور لهم المراجع ولا حتى القضاء المسيس اللي تابع الى حزب الدعوه. يعني هذا البرلمان اللي صار لهم 9 أشهر 10 أشهر معطلة ما قدروا يشكلوا الحكومة، إذا المفروض يحل البرلمان وتعاد الانتخابات، لكن هم يقول لك احنا الكتلة الأكبر. شلون نعيد انتخابات؟ راح نخسر بالجاية. مقتدى الصدر ما تتوقع أخ صباح، ما تتوقع ان هم خايفين يعيدون الانتخابات؟ لأن يقول لك احنا انتخابات الماضية جربناها وشفنا انه 80 واكثر من 85% من الشعب ما راح للانتخابات، اذا عيدها هسه يعني ما يروح ولا واحد. سادات الجماعة الإطار والولائيين والتبعية ما يريدون إعادة الانتخابات، يقول لك هسه احنا الكتلة الأكبر ليش نعيدها؟ ومقتدى الصدر وأتباعه اللي يمشون بدون نظر وبدون شوف، بس مجرد كلام يوديهم ويجيبهم، يريدون إعادة الانتخابات نكاية بالإطار مو مصلحة البلد. يعني فهذا التناحر اللي يريد والما يريد، احنا كشارع عراقي احنا نريد الحكومة كلها تنزاح هي وأحزابها. يعني هاي مو حكومة، لا برلمان ممثل دوره، كلهم فاسدين ويحشون مليارات مثل حنان الفتلاوي وغيرها، وكل الناس بالبرلمان الأعضاء كلهم فاسدين وحراميين. احنا مصلحتنا لا أحزاب، والمجرب على حشاية السيستاني إذا كان موجود وعايش المجرب لا يجرب. فهذول كل هالوجوه نفسها جاي تعاد علينا، شلون القمامة وتعاد يدوروها. نعم شكرا لك أخ صباح. كيان من بغداد، حياك الله يا كيان. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والكرام، عاش من سماع عزك. انا طبعا اعرفك من صوتك لان القناه ما تطلع عندي، ما اعرف شنو السبب. المهم تسلم يا غالي، تحيه طيبه لك وللكادر الطيب ولقناتك المحترمه والمؤسسه الطيب. حياك الله اخوي استاذ افل. بدايه انت قلت لي القناه ما تطلع عندك، ليش؟ عندي هذا ريسيفر اتش دي ما طلع لي. الريسيفر اللي عندك او التلفزيون يدعم نظام الاتش دي لو لا؟ بلازما عندي انترنت فيها بلازما حديثه وعندي اتش دي ما تطلع. معناته بس شوف لك واحد يعرف فيها يمسح الرمز مال القناه ويدخله من جديد ويسوي بحث عليها، ان شاء الله تطلع يمك. ان شاء الله. تفضل اخ كيان. انا اول شيء احب موضوع حلقتك المحترمه. انا مواضيع هواي بس لحد الان بدنا نحكي بيه على مود. انت قلت لي ما تشوف القناه، بدها تطلع فيديوهات هوايه باللي صار بالقصر الجمهوري قبل كم يوم. البارحه فيديو طلع
عناصر تابعين الميليشيا بدر اعترفوا ان اكو من سحبوا من صلاح الدين وشاركوا بقمع التظاهرات اللي سواها انصار التيار الصدري. اليوم شفنا فيديوهات الى ارتال عسكريه تابعه الى العصائب شلون دخلت للقصر الجمهوري، وايضا سيارات دفع رباعي ايرانيه وتابعه للهلال الاحمر الايراني تفتر داخل العاصمه العراقيه بغداد، وايضا حدوث هجوم امني على يعني زعيمه بميليشيا العصائب. وعندي برقية لحد الآن ما طلعت، هسه راح أطلعها تحذر من حصول اغتيالات بالمستقبل القريب بالعاصمة العراقية بغداد. تفضل أخ كيان. ماشي أستاذ أفل، أنا أجاوبك على هذين كلهن، بس قبل لا أجاوبك عندي رسالة بسيطة صغيرة للسيد علي السيستاني المحترم. نقول السيد علي السيستاني المحترم، العمر الكريم المحترم. إلك الهوى. يا سيد علي السيستاني، أنت من تطلع وتقول أنفسنا، أنا ما أحب أنطق هاي الكلمات. نعم. أنفسنا ساكنين بالصحراء بالشول، وأنت نايم على التبريد. وأنت نايم على التبريد وجواك خدم وحشم وحمايات و... نعم. كل سيارة كل رقم مالنا بخمسين شدة من الواحد للعشرة. نعم. إحنا نريدك تقول، من تقول أنفسنا أريدك قد الكلمة، وأريدك رجل أفعال مو رجل أقوال. تروح ترجع النازحين لها، لو انت شخصيا تدز المرجع مالك ما تقدر تعبان. نعم. كربلاء احمد الصافي يدزهم يرحون طول الناس، وانا اول شخص وما اتراجع، وهذا رقمه بالقناه، وهي قناه محترمه وتعرفني شخصيا، هذا رقمه بالقناه، بيت عنده فارغ 100 متر مفتوح لاهل وناسي بالغربي، اهل وناسي كل أخيان أخيان اللي دا تبينه للناس هسه، هذا مو غريب عن العراقيين، هذا ديدن العراقيين. لا احنا معترفين بطائفية، ولا احنا محترمين هاي الطائفية، ولا الشعب راضي بهاي المحاصصة اللي جابوها الأمريكان على ظهر دبابتهم وقالوا هاي الديمقراطية مالتكم، فهذا ديدنهم ورحم الله والديك وبارك الله بك. تفضل أخوي. الذكرى تنفع المؤمنين. المهم أنا جاوبك على ذني. إحنا أستاذ أفل، العراق عراق الكاتم، عراق القتل، عراق الغصب. طيب. وبالدول العالم أخرص من الحاجة بربع دم العراقي. قيس الخزعلي يطب براحته، يطق بيت رئيس وزراء، يطب القصر الجمهوري. سيد مقتدى عنده كلمة أنت أنا أسأله بيها، بالنار. شلون القاتل المقتول بالنار؟ هاي وين لقيته؟ وين سو؟ من عاقل يفهمها؟ أنا فهمني إياها أنا. نعم. بالنار، شلون بالنار؟ ثلاث سنين بالنار، قاتل ومقتول بالنار، من قتل نفسا بغير ذنب كأنما قتل الناس أجمعين. القرآن يقول، مو أنا أقول، مو كيان يقول، القرآن الكريم المحترم نزل على صدر النبي محمد، نزل من الله، يقول هيجي. نعم. الناس طبعا الناس سووا مباراة سووا كلاوات وتطلع تسحب روحك يومين وراحت فيها شهداء، راحت فيها شهداء وظلت الوادي من الجوع، الدولار صعد، الدولار نزل ومات العالم من الجوع. يا عم كفونا، مريتكم هاي مجلس القضاء الاعلى اول ما يتعلق بمشتقه جريمه عايش. فايق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى جريمه عايش والله العظيم، وعيب على العراقيين ما يحشون، عيب على كل عراقي شريف وشهم وانسان محترم ما يحشي. هذا يتعلق بالقلب، الله وكيلك يتعلق بفيل بنص الشارع وتعفن الجثه مالته. شنو هاي؟ روح شوف المحاكم، محاكم هاي على الدينار الحكم ست شهور، ما ليش على بايك وطني البسقاط ورباطي ويطلع بالاعلام وسارق 1000 دينار الحكم ست شهور، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وين لقيتوا هاي السالفه؟ وين لقيتوا عم دمرت العراق؟ رجعت العراق قرون، العراق عمره 11000 سنه وقابل للزياده جزء مليون سنه، ما نعرف احنا، هذا تاريخ والتاريخ هو يحدد. دمرتوه رجعتوه جوا الصفر، ليش عمي؟ ليش؟ هاي الدول تخاف من العراق المجاوره انها تخاف من العراق ينهض. لا نهض العراق يدوس عليهم بندر تمكرم السامع، برجل من هاي الكلمه، يدوس عليهم العراق، العراق بطل والعراق ينهض، وما دام العراق بوجوه طيبه وناس طيبه وناس. العراق ينهض. نعم، شكرا لك اخ كيان. نفس الملف راح نبقى انكشفت برقيه سريه تسربت من قياده عمليات بغداد. هاي البرقيه السريه اللي تسربت من قياده عمليات بغداد تقول وتحذر من احتمال حصول اغتيالات داخل العاصمه من قبل
اللي سمتهم البرقية هاي مجامع مسلحة بواسطة سيارات أو دراجات نارية ما شايلة أرقام، يعني ما بها أرقام مرورية ما مسجلة، وبحسب الوثيقة هاي أكو معلومات تقول أنه أكو مجامع مسلحة أدمنية، وهاي المجامع وصفتها هاي الوثيقة بالخارج عن القانون تعتزم تنفيذ عمليات اغتيال داخل العاصمة العراقية، وبينت راح تتم بعجلات مظللة بدون لوحات مرورية والدراجات نارية. خلونا نشوف الوثيقة اللي تسربت من قيادة عمليات. عفوا الجدول اللي فوق، رسالة عمليات بغداد السرية والفورية المرقمة 4813/2/9/2022، وردت معلومات تفيد نية المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون القيام بعمليات اغتيالات داخل محافظة بغداد بواسطة العجلات التي لا تحمل لوحات مرورية والعجلات المظللة والدراجات النارية التي يستقلها أكثر من شخص. نرجو تدقيق المعلومات واتخاذ ما يلزم. وانتهت. وآخر شيء العميد الحقوقي، اللواء الحقوقي، قائد المقر، ما أعرف شنو موقعين عليها. فهاي الوثيقة اللي تسربت من قيادة العمليات في بغداد. بس أنا عندي سؤال، أكو هواية معلومات استخباراتية صارت قبل، ويا كل حدث يصير والله احنا عندنا معلومات استخباراتية انه اكو هجوم راح يصير بساحة الطيران، احنا عندنا معلومات استخباراتية انه اكو تفجير راح يصير مول بالكرادة، عندنا معلومات استخباراتية انه اكو اغتيالات راح ترجع، راح تسوون شيء لو لا؟ هذا السؤال اللي اسألهم يا الناس. علقت على هاي المواضيع على فيسبوك، جبنا لكم تعليقات 4. من محمد الجناب يقول اذا ورقة ما قدرتوا تحافظون على سريتها شلون راح تحافظون على بلد؟ ما اعرف. صاقد الوادي العوادي عفوا او سجاد العوادي، غير دولة المعلومات السرية والعاجلة اللي تخص امن الدولة تنشر على المواقع الاجتماعية قبل وصولها من المرسل الى الجهات المعنية. وحسين علي التميمي يقول عمليات تحذير والمواطن واجبه يحمي الامن، والله عايشين بالقدرة. أما محمد العبيدي يقول هم يعوفون المظللات والمامرقم ويركضون وراء أبو التاكسي والعبرية، أطبق على التفتيش وأطبق على الحاسبة، ومن يشوف مظلل يقوم يخاف. كانت هاي التعليقات حول هاي الموضوع مواضيع. قبل ما أخذ اتصالات على السريع مشاهدينا الكرام، ملفنا الثاني هو قضية المتقاعدين بالعراق. قضية المتقاعدين بالعراق هي مأساة مع هيئة التقاعد. عندنا ناشط نجفي ده ينقل معاناة والدته مع روتين دائرة التقاعد العامة وإجراءاتها الصعبة والمعقدة لكبار السن بالذات على الرغم من مرضهم وكبر سنهم، ويقصد والدته هنا، وتساءل عن وجود أكثر من 5 ملايين متقاعد بالعراق، هل كلهم يعاملون نفس المعاملة ونفس الصعوبة وهم خدموا الوطن في فترة من الفترات؟ خلونا نسمع. شو وقت قبل نهاية السنة بثلاث أربع شهور يتوقف التقاعد والدتي حالة حال المتقاعدين 5 ملايين متقاعد في العراق، عدها تقاعد ما راعتها ورم بالرأس، مسوي لها عمليتين إشعاع وهاي ومصايب، الحمد لله والشكر ما ابتلانا رب العالمين. وقفوا راتبها العام وهالسنة وقفوا عمي المرأة، يقول لهم مرأة عمرها 75 سنة عدها ورم، يقول لك لازم تجي للضريبة، خاف عدها ضريبة، لازم تجي لدائرة الجنسية خاف ميتة، لازم تسوي كتاب من النفوس ومن الضريبة ومن الرعاية خاف مزدوج الراتب المزدوج. واخذ هالمرأة بعربانة على متتشية على 2 شايليها على بالسيارة نايمة، وامه تشيل وتوقع تقول ما يخالف راتب تقاعد حرامات ما يروح للهشيتولات وللفاسدين وللبط، يفيد يسد لنا حاجة صح، ويا هاي الدنيا الغلة يسد لنا حاجة إلها هي تقاعدها لعلاجها. المهم العام سووا كم من أوراق لهم، هاي قالوا راح يجيكم الشهرين المتأخرات نهاية السنة، هذا الشهر هذا الشهر خلصت السنة سكتنا، قلنا هسه ملايين انصرفت ودفاتر عليها المرأة، وحالنا حال العراقيين القاعدين باقين بقا على اللي راتب الشهرين عم يطز بيهن. هالسنة سووها، رحت وتعبت وروح البغداد وتعال للنجف وتعال للضريبة ونحت البم، ويوم عند الطبيب ويوم عند الكيمياء ويوم مدري وين، ويوم شايلها من عربان ويوم شايلها والله العظيم على ظهري، وخلي يطلعون الكاميرات مال الدائرة التقاعد، يوم شايلها على ظهري يوم بالعربانة يوم أدفع بيها بيدي، والناس والموظفين أكو أشراف خوش أوادب مو مثل المسؤولين الحرامية الباقة وفلوس العراقيين. المهم تاليها هذاك الشهر ماكو الجنرالات، بهسه رحت استلمت هذا الشهر استوى دارت تقاعد صرفت فلوس همين ماكو.
هاي واحدة من معاناة المتقاعدين، وهاي هواية من المتقاعدين بالعراق عندهم هيك معاناة، إن كان أكو راتب إن كان ماكو راتب، وإن كان أكو قرنصة بالراتب أو أكو ظلم وغبن بقيمة الراتب اللي صرفوا ليه للمتقاعد. محمد من أمريكا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم أستاذ أسد، تحية قناة الرافدين البطل. حياك الله أخوي. أسد سؤالي الأول، عمر أنت هم دول تابعين كفيلك الله القصر الجمهوري، كل حرس الثوري الإيراني، مخابرات الإيرانية، هم جاي يحكمون البلد، ليس الكاظمي ولا دول العتاق القاعدين، هم دول عصابات إيران، هم جاي يحكمون البلد. كفيلك الله هيجي يوم أسوأ من باكر، اليوم هيجي أسوأ، شوف الاغتيالات شلون حصير بالعراق. كفيلك الله حرس الثوري كله تحرك، كل شكوى حيطلع متظاهرات راح يقتلونه، شكوى قيادي جماعة مقتدى راح يقتلوه، هم إيراني شيعي إيراني حسن شيعي العراقي، شلون انت ما قلت لكم نفس السؤال. كفيلك الله ما كلهم ولا هم لإيران، ليس للعراق. قبل يوم سمعت كل يوم من هذا الفاشل ابو عزرائيل يقول، واحد قال له ايران ايران برا برا، يقول له هيك هيك منك ومن العراق، ليش قلنا ايران ايران برا برا؟ انت روح شوف اطلق شنو انت قبل تشتغل حشاك تشغل الملايين دبوكسي، شنو هو يشتغل دبوكسي؟ هو يشتغل الحركه الثوريه الايراني، هو هذا ارهابي ابن ارهابي. عنده والله تعبنا الحكي تعبنا، والله والله يتقم عليهم وجاب عليهم وعجبهم. تحياتي لك. شكرا شكرا لك محمد. ابو ايسر من تركيا، حياك الله يا ابو ايسر. هذاك استاذ، هلا بيك يا الغالي. استاذ هلا بيك استاذ، احنا من ايام بعيده منكم قليله، نعم، احنا تحدثنا عن كل الاحداث اللي تصير بالعراق، نعم، ومنها التدخل الايراني المتنفذ بالعراق، نعم. يعني احنا قلنا بحلقات سابقه انه راح يصير قتال شيعي، نعم، لان النفوذ الايراني قوي بموافقه امريكيه صهيونيه، نعم. لا يا اساسا لا تحكوا يا اي واحد اقطع يا اخي قناه، لا تحكي على بلدي، لا تحكي على بلدي، لا تحكي بالواي فاي مال. شكرا 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 لك ابو ايسر. محمد من واسط، حياك الله يا محمد. محمد من واسط سمعني. الو ابو جاسم، بس اذا امكن تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون يا غالي. نعم اخويا، السلام عليكم. اخويا سبب اذا ما اسمح لي اعطيني وقتي اترجاك استاذ، اترجاك والله عندي اتصالات وايه، بس تفضل اترجاك اسمح لي خل انوهك على شغله ما حد يعرفها دقيقه. شنو اليوم سبب دمار العراق؟ هو ايران معروفه هاي واحد، نعم. سبب دمار العراق، نعم. اثنين رجعونا على ذاك الحكم أشرف من هذا الحكم، حكم العمائم اللي دمر العراق، خلي رجعوا لي بلدي، خلي رجعوا لي مصفبيجي، خلي رجعوا لي وطن اللي سرقوه، احنا ما نريد العمائم، اشعبنا بلد، ولا تنسى انه شعب شريك بالجريمة، نصيح ايران، ايران ما اريدها، الله لو جايب لإسرائيل بدل ايران افضل واشرف، والله العظيم. عم رجعونا ليش اسماء مرعبه، عندنا وطبان، عندنا صدام، عندنا سبعاوي، عندنا راوي، شوف اسامينا الشيعة تفشل، شنو نوري، شنو حنان، شنو عدس، شنو عادل، اسمح لي طيني وقتي. احنا ولد اليوم اخ محمد، احنا عندنا مشاكل اليوم، حل هاي المشاكل بنظرك شنو؟ العمائم بيضت وجه صدام، سرقوا واحد يفتح لمستشفى الكفيل، واحد ما ادري شو مفتح، سرقوا يتاجون بارواح المواطنين، العراق للهاويه، العراق انتهى. نعم نعم شكرا شكرا لك اخ محمد. ابو عبد الله من اربيل، حياك الله يا ابو عبد الله. الله يحييك، السلام عليكم استاذ، احييك وحيي المتابعين جميعا. حياك وبياك اخوي العزيز. استاذ طبعا هذا الاخ قدامي انا ايده، احنا نخلي الدين على صفحه
الدين لله والوطن للجميع. نعم. يعني أنت إذا كنت مسيحي أو يهودي أو مسلم أنت عندك منبرك تقدر توعي الناس بصفعة عبادة الله والدين والشغلات هاي أو بالسياسة لا للسياسة. أستاذ المعمم ما له شغل بالسياسة هذا. نعم. هذا كل شيء ما يعرف يعني حتى الدين هم ما أصلا ما يعرفون بالدين هم المعممين ما يعرفون بالدين. والله سجن الواحد تحلك على قراية كم آيات على بعض ما يعرف. والله ما يعرف الفاتحة يقرأها حد. نعم. شنو قاعد يتحكم بالبلد؟ نعم. ما يعرف. أستاذ شوف أقول لك معلومة ثانية. نعم. تدري بهالمدة هاي وزيرة الصحة البرتغالية تدري استقالت على مود إيش؟ سائحة هندية صارت عندها تصلب بالقلب أخذوها للمستشفى ماتت بالمستشفى استقالت قالت هذا إهمال من عندي أنا مسؤولة الصحة بالبرتغال شلون يصير سائحة جاية للمستشفى وحياتها تنقضي هناك استقالت يا حكام يا محمدين شوفوا هذول كفار سميهم على أساس كفار مو مسلمين وهيك يصرفون ويا شعبهم ويا العالم مو بس ويا شعبهم ويا الغربة هنين سائحة هندية وتأكد من الخبر هذا أستاذ وأقول للشعب العراقي يا شعب العراق كافي تملق أنت واحد كل زين تعرفه حرامي تعرفه سافر شوفه بالطريق علي وياك علي واستحقاق علي شنو شغلة بهالحرامي هذا علي وين وهالحرامي وين وشيل اللي أخذ من الشعب العراقي يا شعب العراق إذا ما سامعين القصيدة نحن شعب لا يستحي اسمعوها أو اقروها على متعرفون معدننا إحنا شنو خلي شوية نستعجل شوية نصير حق نحكي وين الحق من الحق الفلوس من الحق التبعية أنا تابع لإيران أنا تابع للسعودية أنا تابع للكويت أنا تابع للأردن أنا ما تابع لأحد أنا تابع الوطني عينك على بلدك عينك على مياهك عينك على سماك عينك على طفلك تصديقا إلى كلامك أنا أشكرك أبو عبد الله تصديقا إلى كلامك والطلب اللي أنت دا طلبه هو مطلب العراقيين إنه اللي يجي يحكم بهذا البلد ما عنده جنسية ثانية غير الجنسية العراقية وهذا المفروض حتى يكون قلب على البلد لأنه ما يحتمي بجنسيته الفرنسية والأمريكية والإيرانية وباقي الجناسي أو الأمريكية. قضية التقاعد اللي بثينا فيديو الناشط اللي حكى معاناة والدته بيه الناس علقت على هذا الموضوع وقالت عندنا أول تعليق من هاشم الموسى يقول ما عندهم ضمير يسرقون قوت الفقراء. أما السعداوي حيدر يقول ما ضاع حق وراءه مطالب حقك يرجع لك إن شاء الله رغما على أنوفهم لا للسرقات الممنهجة من قبل العصابات المتسترة بالأحزاب. أما حيدر الخماسي يقول الحرس والقانون والتدقيق والتمحيص والمتابعة والرقابة فقط على الحقوق البسيطة للمواطن لكن حيتاد الفساد كل التسهيلات متاحة لهم. كانت هاي التعليقات اللي جبناها اليوم بالحلقة. ملفنا الثالث هو مو أول مرة نحكي به. الملف اللي راح أعرض لكم إياه هسه حالياً مو أول مرة ينعرض ببرنامج صوتكم ولا أول مرة حكوا به العراقيين. هو ملف تلوث المياه في العراق. ملف تلوث المياه في العراق هو طامة كبرى موجودة بالعراق. اليوم عندنا فيديو هذا الفيديو من محافظة البصرة. يحكي بي مشكلة متكررة مي الإسالة اللي دي يوصل للبيوت مي غير صالح للاستخدام البشري مي بريحة الريحة كريهة جدا المي لونه أخضر وطعمه حامض وإحنا كنا نعرف أن الماء لا لون ولا طعم ولا رائحة له. خلونا نشوف الماء في قضاء الهارثة الذي يتم ضخه من المشروع الياباني أو مشروع ماء البصرة الكبير. يعني ما اعرف هذا الماي منين يجيبونه. اول شيء الماي اخضر زين وخايس وحامض ومالح والماي مقطوع من امس هسه اليوم يلا يجي وشلون ماي انا ما سامع بماي حامض. شنو تحطون له لا مندوزي الملوحه فول وريحه دي ريحه الماي دي ريحه الى الله المستعان الى الله لا حول ولا قوه الا بالله. هذا بقضاء الهرثة المي هيك يوصلهم. طبعا هذا مو اول فيديو من قضاء البصرة من محافظه البصره عفوا البصره تلوث البيئه وايضا مرات عديده نشرنا فيديوهات عن محافظه دياله تلوث المياه الموجود بالمحافظه. الناس علقت على الموضوع. عمر راضي يقول الله وكيلك المي مالنا كوليرا حتى فطايس وجثث وحيوانات متفسخه ومي صرف صحي همينا بيه احنا الله ساترنا.
أما حسام الدين يقول مع الأسف الدول وصلت للمريخ وإحنا بلاد الرافدين والأنهار والآبار العذبة، ماء صالح للشرب ما يوصل للناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما نور سين إي والله قمنا نموت من وراء المي، الله ينتقم منهم. وآخر تعليق سالم الكناني، لاحظ هذه الأيام وجود بقايا قواقع في فلتر مياه الشرب قبل ما طور سحب المي المنزلي في منطقة قاطون شقق المجمع وبكثرة، راجين مفاتحة الجهات المسؤولة. السؤال، هل يتم ضخ الماء بدون فلترة أو تعقيم مباشرة أم لا يتم تنظيف حوض المياه أصلا؟ كانت هاي التعليقات حول قضية تلوث المياه في العراق، تفاعلوا حول هاي القضية. ملفنا الأخير اللي موجود ويانا اليوم هو المشاريع المتلكئة. المشاريع المتلكئة بالعراق هواية هواية، تكلمنا عن المشاريع المتلكئة هواية، حكينا عن قضية تلكؤ المشاريع. أحد المواطنين من محافظة البصرة بهذا الفيديو اللي راح أعرض لكم إياه بعد شوية، رصد تلكؤ حاصل بشارع البنزينخانة بمنطقة الخمسة ميل، استغرب من الوقت الطويل اللي استغرق رصف شارع واحد وعدم إكمال الشارع والإهمال اللي تسببت به الشركة والمحافظة. خلونا نشوف. خمسة ميل وتحديدا شارع البنزينخانة، هناك قدامي سوق خمسة ميل، ومن الجهة الثانية الجهة الجنوبية اللي هي الأربع شوارع. شوف هذا الشارع حالة صار لسنين، يعني يا ريت نعرف أكو سبب ليش هذا الشارع ما يكمل التبليط مالته. الأرصفة كاملة، هاي الأرصفة كاملة زين، بس الشارع ضبه محلات هنا رزقهم مقطوع، التراب، الأهالي هواي شكاوي قاعد توصل. يعني شنو العلة، شنو السبب ليش هذا الشارع ما يكمل؟ يا ريت كون نلقى إجابة حتى الناس اطمئن، يقولون بعد سنة، بعد خمسة أشهر، بعد شهرين. خلوا العراقيين يفتحون الانترنت على بغداد في زمن الملكية، في بداية تأسيس العراق في الدولة الحديثة أو الدولة الحديثة في العراق، خلي يقولي شارع مثل هذا. مقطعنا الثاني اللي موجود ويانا هسه تحديدا بدياله بقضاء الخالص، تقاطع القدس يعني يظهر بمجسر غير مكتمل من سنتين، وقال صاحب المقطع اللي صور هنا انه ماكو بهذا المجسر غير بس العواميد. خلونا نشوف. مقطع قدس صار لها سنتين يسوون بها هذا الجسر، استوهم يلا وقفوا الدنيا، ايش وقت يكملون ونجي نصور فيه؟ هذنيت الاليات يوه، هاي بناط حياتنا الاهل الخالص. من هنا على تقاطع قدس صار لها سنتين يسوون بها هذا الجسر، استوهم يلا وقفوا الدنيا، ايش وقت يكملون ونجي نصور فيه؟ هذنيت الاليات يوه، هاي بناط حياتنا الاهل الخالص. سنتين دا يكملون عواميد، والصين يبنون ناطحة سحابة بيومين ما أدري بثلاث أيام. الناس علقت على هذا الموضوع. عندنا أبو سجاد يقول تعال شوف ذي قار المجسر صار يشتغلون به من 2003 واليومك ما خلص. طه ياسين يقول لا، ومن شفنا المخطط بالبداية قلت راح نصير مثل باريس، وتالي طلع عن جسرين ذهاب وإياب إلى جهة شهربان وبغداد. دكتور انتهاء السعدي كلها ديالة تعاني من تردي وسوء الخدمات ومقارنة بباقي المحافظات. أما أسيل الجميلي كل سنة مرحلة، ما ظل شيء على 2050 يكمل إن شاء الله، لا تستعجلون. تقصد الجسر لأنه قال سنتين بناء عواميد، فقالت له كل سنة مرحلة لا تخاف. مشاهدينا الكرام، كانت هاي الملفات الأربعة اللي موجودة ويانا بالحلقة. راح نحكي عن الهاشتاج اليوم، نعرض هاشتاج هو تشرين راجعة. أول هاشتاغ ويانا على منصة تويتر من أحمد يقول هاشتاغ تشرين هي الوحيدة من الشعب ونتائج حركتها للشعب نفسه. تشرين كسرتهم في 2019، سببت شرخ كبير بين أحزاب النظام وميليشياته، وستستمر إلى أن تزيل هذه الطبقة المليئة بالفساد. السلامة ثم السلامة. أما حمودي العراقي يقول فكرة أن يطلب الإنسان وطنا يحفظ فيه كرامته ويمنحه حقوقه وحريته هي فكرة أزلية، ولا يفهم الحكام بأنها فكرة، والفكرة لا تموت بالرصاص ولا بالقمع بل تنمو. وتغريدة الناشط المدني أياد الجنابي،
تشرين ثورة وطنية خالدة ضد الفاسدين والمفسدين، خلقت الرعب أو خلقت الرعب في قلوب الساسة الذين عاثوا بالعراق فسادا، وسوف تستمر لحين تحقيق مطالب العراقيين. ولا ننسى بهذه الثورة عظيمة توحد العراقيين كقلب واحد ويد واحد. اللهم ارحم شهداء العراق الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن. وآخر تغريدة من أحمد السامرائي يقول: تشرين تعود من جديد، أمهات الشهداء والأطفال يذكرون أولادهم الذين ضحوا في سبيل الوطن والعيش بكرامة لا للتبعية ولا للفساد، حياة حرة خالية من الأحزاب. التاريخ يكتب تشرين فكر، والفكر لا ينسى. رحم الله شهداء الثورة، اللهم احفظ الشعب. وكل هذه التغريدات تحت هاشتاغ تشرين راجع. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هاي مواضيعنا اللي تناقشناها اليوم واللي نقلناها لكم مشاهدينا الكرام. ونرجع ونقول لكم، ذني واللي حكيناه قبل مو بس ذني، مشاكل العراق، مشاكل العراق هواية. إذا أنتم تعرفون السبب، فالسؤال إذا عرفتوا السبب شنو الحل مالته، بديكم أنتم تجاوبون عليه. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. انتظرونا مشاهدينا الكرام، في أمان الله.